يبدو أن الجهود الدبلوماسية المصرية الساعية لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة بدأت تأتي بثمارها مع اقتراب القاهرة من التوصل إلى هدنة إنسانية في القطاع، فما الذي ستشمله؟ كثفت مصر تحركاتها باتجاه إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة حماس تتضمن الإعلان عن هدنة وتبادل جزئي للأسرى بين الجانبين. الزيارات التي استضافتها القاهرة مؤخراً لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشباك وأخرى لوفد من حماس جعلت الوضع أكثر مرونة وأقل جموداً عن السابق بحسب مصادر إعلامية. ووفق مصادر صحفية فإن الموقف يتحرك باتجاه الوصول إلى الهدنة مع ظهور مرونة تبشر بحلول جزئية، حيث سمحت إسرائيل بإدخال أول شاحنة وقود مصرية إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وبحسب المصادر ذاتها فإنه لا يوجد إطار شامل للحل نظراً لتعنت الحكومة الإسرائيلية ورغبتها في استكمال المخطط العسكري بتدمير معاقل حماس في غزة. وحتى الآن هناك موافقة على فترات هدنة محدودة في مناطق معينة من قطاع غزة، ورغم أن إسرائيل أظهرت تردداً في الالتزام بأي اتفاق أوسع نطاقاً في السابق بدت أقرب لذلك مؤخراً. وسيشمل الاتفاق إطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين المدنيين من قطاع غزة مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام. ويفترض أن يشهد أيضاً إفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال وزيادة كميات دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وكانت مصر حذرت من تداعيات الحرب على أمنها القومي، خاصة بعد الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء. ولعبت مصر أدوار وساطة في إنهاء تصعيد وحروب شهدتها غزة في السنوات الأخيرة، وقد نجحت في ذلك، لكنها تجد صعوبة في إنهاء الحرب الحالية بسبب إصرار إسرائيل على التخلص من حركة حماس وتغيير الوضع في القطاع.